السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم محبي الطيور. النهاردة حابين نتكلم عن الدرة الأمريكي، وليه أسعار الدرة الأمريكي بتكون مرتفعة جدا، وليه أسعار الدرة الهندي بتكون رخيصة، وإيه الفرق بين الدرة الهندي وبين الدرة الأمريكي، وإيه الأسهل في التفريخ، وإيه مميزات الدرة الهندي وعيوبها، وإيه عيوب الدرة الأمريكي. تعالوا بنا الأول، وقبل ما نشغل الفيديو وقبل ما نكمل الفيديو جهز معايا كوباية الشاي، وطبعا ما تنساش تعمل اشتراك بالقناة وكمان تعمل لنا لايك عشان توصل الفيديو دوت لكل الناس. أول حاجة بالنسبة للفرق بين الدرة الهندي والدرة الأمريكي، طبعا احنا بنقول ان الدرة الهندي بيكون حجمها قليل زي ما احنا شايفين كده في الصورة، مقارنة طبعا بالحجم الكبير للدرة الامريكي. الدرة الامريكي بيكون منقارها كبير زي ما احنا شايفين، وبيكون طبعا طولها اطول، يعني مثلا متوسط الدرة الهندي من اول الرأس لاخر الذيل بيكون طبعا بيكون يعني فيما يقرب من 20 سنتي، بينما الدرة الامريكي بتصل الى 45 سنتي، يعني معاك طول كبير جدا. بالنسبة طبعا للحجم، طبعا حجم الدرة الأمريكي بيكون كبير، جسمها كبير وطبعا منقارها ويعني ورأسها حتى بنلاحظ الايه الحجم كبير جدا، في فرق كبير طبعا. طيب بالنسبة بقى للدرة الأمريكي، يعني العلامة اللي هي الواضحة زي الشمس، يعني بدون ما تشوف الحجم وتشوف الكلام ده كله، العلامة اللي بتفرق بين الدرة الهندي وبين الدرة الأمريكي طبعا بنشوف بقعتين، يعني بقعتين حمر على كلا الجناحين، يعني زي ما احنا شايفين كده بنلاحظ ان في اهو بنلاحظ ان في يعني ايه في حمار على كلا الجناحين دوت، يعني بيدل دلالة واضحة على ان دوت درة أمريكي. طبعا لما نيجي نشوف اسعار الدرة الهندي واسعار الدرة الامريكي بنلاحظ ان الدرة الهندي يعني بتعمل يعني 200 دولار او بتعمل 3000، يعني ما بين 3000 الى 3500، يعني لما يعني بحد اقصى جدا 4000 جنيه، يعني لما يكون الزوج دهوت يعني مضمون واشتغل قبل كده وزوج كويس جدا وقص كويس بيكون يعني بيعمل 4000 جنيه. طيب لما بيكون بقى يعني في السوق والكلام دوت، لا يعني ايه 3500، ده احنا بنتكلم دلوقتي على الاسعار دلوقتي، يعني احنا دلوقتي في 2021، لان طبعا الاسعار بتختلف تبع السوق وتبع الشخص نفسه اللي بيبيع لك وتبع الجوز نفسه او القص، يعني القص ده كويس وقص يعني مضمون، وتبع طبعا يعني طبعا يعني السعر ممكن يرتفع بسبب ان الجوز دهوت بيتكلم او عنده المقدره او مدرب تم تاكيله تاكيل يدوي، والقص دهوت مدرب وبيقدر يتكلم، طبعا ده بيكون اغلى. طبعا كمل معايا الفيديو للنهايه، وايه وجهز واشرب كوبايه الشاي كده وروق كده ايه عشان نستفيد مع بعض. ليه السعر الدره الهندي رخيص؟ يعني الدره الهندي بغبغان جميل جدا، والمشكله هنا ان تفريخه بيكون صعب لانه هو بغبغاء موسمي، يعني ما بيشتغلش طول السنه. لكن ايه اللي يخلي البغبغاء دهوت بيكون رخيص؟ السبب هو ان البغبغاء دوت الناس طبعا اللي هم اللي بيصطادوا بيجيبوا طائر الدره الهندي صيد، وطبعا الطائر دهوت بيكون يعني ايه مال السوق، ودي مشكله كبيره لان طائر الصيد دوت لا يعني ما بيسويش حاجه، لانك لما تاجي تاخده عشان تدربه بياخد منك مجهود كبير جدا، يعني تخيل ان طائر الصيد دهوت اللي انت حصلت عليه عن طريق الصيد بياخد منك مجهود كبير، دي حاجه. الحاجه الثانيه في التفريخ، طبعا في التفريخ يعني برضك بياخد منك مجهود كبير جدا ومحتاج ان انت ما تدخلش عليه على طول، يعني ممكن مثلا تدخل مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع تحط الطعام والشراب بوفره وما تخشش عليه كتير عشان يحصل على الامان، لكن طبعا الطائر ده بيكون ثمنه يعني رخيص جدا. فبنلاحظ ان السوق بيتملى بالدره الصيد، وده اللي بيؤدي الى ان ثمن الدره بيكون رخيص مقارنه بقى بالدره الامريكي. طبعا الدره الامريكي نادرا او ممكن نقول ينعدم، يعني بشكل منعدم، ان ما بتلاقيش درة امريكي صيد، كل الدرة الامريكي تفريخ، فبنلاحظ انه قليل، والحاجة والسلعة لما بيكون قليلة بنلاحظ ان تمنها بيرتفع. يعني احنا عندنا الدرة الامريكي القص الجوز الشغال بيعمل مثلا 14000 ويصل الى 16000، يعني انتوا متخيلين؟ يعني انت بتتكلم في الدرة الهندي 4000 او 3500، الدرة الامريكي يعني سعر بيعدي، السعر بتاعه سعر القص بيعدي وبيصل الى 14000. طيب بالنسبة للتسويق، طبعا التسويق يعني البيع والشراء، طبعا الدرة الهندي بتكون كويسة جدا في البيع، يعني مجرد ما انت بتعرض الزغاليل سواء ان انت بتعرضها على النت او بتعرضها في السوق، طبعا الزغاليل ديت بتتشرى بسرعة جدا لانها بتبقى مطلوبة، وبالذات طبعا لو كانت الزغاليل او الفروخ تم تأكيلها تأكيلا يدويا، ده طبعا بيكون يعني ايه بيسرع جدا في عملية البيع. من حيث بقى الكلام،
ايه الفرق بين الذره الهندي وبين الذره الامريكي من حيث الكلام؟ طبعا احنا عندنا الذره الهندي يعني قدرتها على الحفظ محدوده، قدرتها على الحفظ محدوده، يعني ممكن تحفظ مثلا 5 كلمات 6 كلمات 7 كلمات، لكن ما تقدرش يعني البغبغاء دوت ما يقدرش يحفظ اكتر من كده، بخلاف مثلا الذره الامريكي فعنده قدره هائله جدا على الحفظ، وهو الاذكى، وهو الاذكى، وبغبغان حجمه كبير، حجمه كويس، يعني انت ماسك في ايديك بغبغان كبير، يعني حجمه كويس جدا وقدرته على الكلام كويسه، وبغبغان اجتماعي. يعني احنا عندنا ايضا من عيوب الدره الهندي ان الدره الهندي بغبغاء كثير الخوف، يعني عنده خوف. يعني لما نحط مقارنه بين الدره الامريكي والدره الهندي بنلاحظ ان الدره الهندي عنده خوف، يعني انت لو دخلت عليهم تلاحظ اضطراب شديد جدا، بينما الدره الامريكي اكثر اجتماعيا. عشان كده بنلاحظ ان نسبيا الدره الامريكي اكثر تفريخا من الدره الهندي، يعني الدره الهندي تفريخه بيكون صعب لان هو حيوان يعني ايه بتلاحظ فيه القلق والخوف، بينما الحيوان كل ما يزداد عنده الامان والشجاعه بتلاحظ ان هو بيفرخ اكتر، فالدره الامريكي نسبيا بتكون احسن في عمليه التفريخ والانتاج. طبعا هي نفس يعني هي برضك موسمي نفس الايه نفس الدره الهندي، وبتبلغ نفس الدره الهندي، يعني الدره الهندي بتبلغ على طبعا الذكر لازم يكون يعني اكبر من الانثى، يعني يكون 3 سنين، هو طبعا بيبلغ على سن 2.5 سنين، بيبقى عنده المقدره على التلقيح والتزاوج، لكن طبعا بيفضل ان هو يكون اكبر من الانثى ويكون بلغ يعني بلغ 3 سنين. ولما يكون بلغ 3 سنين بنلاحظ ان الطوق اكتمل تماما، الطوق حوالين العنق بيكون اكتمل تماما. لما نجي بقى نشوف الانثى، طبعا الانثى بتبلغ قبل الذكر، يعني الانثى مثلا ممكن تبلغ على 2.5 سنين، بتكون الانثى مستعده للزواج، بينما الذكر احنا بنقول الذكر الافضل انه يكون اكبر من الانثى. لما نجي نشوف الفرق بين الذره الهندي والدره الامريكي بنلاحظ طبعا في مساله الطوق ان الطوق حوالين ذكر الدره الامريكي بيكون كثيف وبيكون شديد السواد، يعني بيكون واضح جدا زي ما احنا شايفين كده، بينما في الطوق حوالين ذكر الدره الهندي بيكون رفيع بيكون رقيق، انما الدره الهندي طبعا ايه يعني حجم كبير وحجم ايه وعظمه كده، يعني معاك ايه معاك بغبغان عظمه. طبعا بالنسبه برضك لل التسويق بالنسبه للدره الامريكي بيكون كويس جدا، وممكن الزغاليل تتباع في حدود يعني 5000، وبرضك لهم ايه لهم يعني بسرعه لهم يعني طلب شديد جدا. عامه الدره عامه كويسه جدا، وده فيديو النهارده، ولو انت عايز تربي يا رب تربي الدره الهندي ولا الدره الامريكي، والله بقى كل واحد تبع فلوسه وكل واحد تبع يعني قدرته. من مميزات الدره الهندي انه ثمن رخيص، يعني 3500 ثمن رخيص، انما الدره الامريكي غالي جدا. طبعا الدره طبعا منه انواع كتيره، بنلاحظ مثلا اللاتيني وده بيكون غالي برضك جدا، ممكن يصل الى ثمن كبير، انما ارخص نوع هو الدره الهندي. لما نشوف الدره الامريكي طبعا منه انواع كتيره، يعني منه اللاتيني والالبينو، لكن الدره اللي موجود في مصر هو الدره الامريكي الاخضر، الدره الامريكي الاخضر بس هو دلوقتي اللي موجود في مصر، ونادرا يعني قليل جدا اما تلاقي دره امريكي بيكون البينو او بيكون لاتيني، وده بيكون بقى يعني ثمنه يعني ممكن يصل الى مبلغ كبير جدا، يعني بيصل الى حدود كبيره جدا. فدي مقارنه بسيطه جدا بين الدره الهندي وبين الدره الامريكي. لو وصلت لاخر الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتخبط لنا لايك عشان نستمر بنشر المزيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.